أهلا بكم إلى المشهدية وفي مشاهدها. مع تعمق أزمته الداخلية، أردوغان يخاطب حلفائه ويصعد ضد خصومه. أي تأثير لسياسته الخارجية؟ الجيش الإسرائيلي رهينة الأزمة السياسية. خلافات نتنياهو غانتس تحاصره. في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، نساء في جبهات النضال. وباز منصة تستهدف شباب العرب، هل تنتهك خصوصية المستخدمين لمصلحة جهات معينة؟ مأزق في الداخل والخارج على أكثر من جبهة، يجهد الرئيس التركي لإنقاذ صورته. في الداخل أزمة سياسية وتقارير عن خلافات مع أبرز حلفائه يحاول جاهدا نفيها. فبعد استقالة صهره جاءت الضربة من حليف تاريخي له تخلى عن منصبه كمستشار، والسبب مرتبط بمطالبته بالإفراج عن معارضين معتقلين. لكن الأزمة أكبر من أن تنحصر في أروقة السياسة، فكل مواطن في تركيا يتحمل تداعياتها. هي أزمة مالية حاول أردوغان إخفاء حجمها عن جمهوره، وانكشفت تفاصيلها تباعا على وقع اتهامات بالفساد للرئيس ودائرته. والأسوأ ربما لم يأتي بعد، أزمة كورونا وإجراءات احتواء الوباء تؤجلان تفجر التداعيات. ومع ذلك يواصل الرئيس سياسته الخارجية عبر حملات باهظة التكاليف على جبهات ساخنة. أمام هذه المشهدية سنطرح الليلة أسئلة ثلاثة. أولا، بين الإقالات والاستقالات، ما حجم مأزق أردوغان وحزبه؟ ثانيا، كيف يواجه الأزمة المالية وينقذ نفسه من تداعياتها السياسية؟ ثالثا، هل سياسة إلهاء الداخل بالسياسة الخارجية تأتي لمصلحته أم العكس؟ للإجابة أكثر عن هذه الأسئلة والحديث عنها بالتفاصيل، يسعدنا أن نستضيف ضيف المشهد الساخن الخبير في الشأن التركي السيد محمد نور الدين. سيد محمد، أهلا وسهلا فيك. تفضل. يعطيك العافية بداية، وكل الترحيب فيك مجددا. دعنا نبدأ بالحديث بشكل عام اليوم عن وضع أردوغان نفسه ووضع حزبه أيضا في الداخل التركي في تركيا. بتقديري المسألة بدأت عام 2014 عندما أصبح رجب طيب أردوغان رئيسا للجمهورية خلفا لرفيقه في الحزب عبد الله جول. رجب طيب أردوغان منذ تأسيس الحزب عام 2001 وهو متعود على أن يكون الرجل الأول في الحزب والكلمة الأولى والأخيرة له. في ظل النظام البرلماني الذي كان في تركيا، كانت الصلاحيات متوزعة بين البرلمان وبين رئيس الحكومة وبين رئيس الجمهورية. وبالتالي عندما أصبح رئيس الجمهورية عام 2014، صلاحيات رئيس الجمهورية بتركيا محدودة إلى حد كبير. وبالتالي وجد نفسه أنه هو لم يعد الأمر والناهي لا في الحزب ولا في الدولة. منذ ذلك الوقت سعى لكي يعدل النظام من نظام برلماني إلى نظام رئاسي. وهذا الأمر أدخله في صراع مع شخصين، عبد الله جويل نفسه وأحمد داوودغلو رئيس الوزراء فيما بعد. الأمر الذي أدى إلى أن يضحي أردوغان بعبد الله جويل، يمنعه من العودة إلى الحزب عند انتهاء ولايته في 27 أو 28 آب أغسطس 2014، وأحمد داوودغلو بأيار، بعتقد بأوائل أيار مايو 2016، أقاله من رئاسة الحكومة. والسبب الأساسي أنه هو يريد الاثنين عبد الله جويل وأحمد داوودغلو يعارضان النظام الرئاسي. ومنذ أن أطاح بهما معا وهما أساسيان جدا في الحزب، طرح التعديلات الدستورية في العام التالي مباشرة عام 2017، وفازت في الاستفتاء التعديلات الدستورية، وانتقل النظام بتركيا من نظام برلماني إلى نظام رئاسي يحصر معظم الصلاحيات أو صلاحيات واسعة جدا بيد رئيس الجمهورية، صلاحيات وألغي موقع رئيس الحكومة. عام 2018 جرت أول انتخابات رئاسية على أساس التعديل الدستوري الجديد، وتمكن أردوغان من الفوز في ذلك وهو مستمر حتى الآن. إذا أنا برأيي المشكلة الأساسية اللي بيواجهها أردوغان هلأ هو سياسة الاستبداد والرغبة بأن يكون هو المتحكم الأول والأخير
بشكل كامل بالحزب وبالدولة وبكل تركيا، وهذا الأمر اللي خلى كل رفاقي في الحزب وكل شركائي حتى خارج الحزب الحل الإسلامي ينفضون من حوله، إما أن يستقيلوا أو هو يقوم بإخراجهم بطريقة رح نحكي أو بأخرى. عن المرحلة الحالية وكل ما يقوم به أردوغان سواء في الداخل التركي أم حتى بسياساته التوسعية وحروبه اللي فتحها بأكثر من مكان، يعني واضح في مرحلتين متناقضتين أو ربما واحدة كانت مخفية والآن باتت بالعلن. رح نحكي أكثر ربما عن هذه المرحلة التركية، كيف تفاقمت الأزمة الداخلية في تركيا وكيف يواجهها الرئيس وحزبه، فلنتعرف إلى أبرز معالم المشهد التركي. إذن بين شقي العدالة والتنمية خطط انتهجها أردوغان لكسب الداخل عبر تحقيق شعار حزبه أو أقله عبر إقناع جمهوره بذلك، لكن الواقع اليوم يبدو في تعقيد متزايد. فالرئيس الذي روج للتنمية راكم الديون الخارجية والاقتراض الداخلي لتقع البلاد في أزمة مالية هي أزمة من صناعة محلية وفق تقييم وكالة بلومبرغ، إليها تضاف اتهامات بالفساد تطاول المسؤولين والحزب الحاكم. الأزمة المالية الحالية قد تكون في الوقت نفسه نتاج الأزمة السياسية والمغذي لها، فالمعارضة استخدمتها ضد الرئيس وهو حارب خصومه بكل الوسائل المتاحة، ولعل محاولة الانقلاب عام 2016 من الأحداث المحورية في مسار أردوغان، فقد أعلن عقبها حالة الطوارئ وأبعد معارضيه ومنافسيه عن مؤسسات الدولة ومرافقها ما بين إقالات واعتقالات، ومرر تعديلات دستورية جعلت النظام السياسي رئاسيا. حتى داخل الحزب عدد قليل من المؤسسين بقوا في صفوف الرئيس الحالي، كثر انفصلوا عنه ليطلقوا حزبهم السياسي، أبرزهم رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو الذي أسس حزب المستقبل، ووزير الاقتصاد السابق علي باباجان، وحزب الديمقراطية والتقدم. آخر حلقات مأزق أردوغان تطور دفع الإعلام إلى الحديث عن خلافات حتى داخل عائلة الرئيس، فعبر تويتر أعلن وزير المالية والخزانة بيرات البيرق صهر أردوغان استقالته. الاستقالة أعقبت تعيين وزير المالية الأسبق ناجي إغبال محافظا للبنك المركزي في مكان مراد أويصال. وذكرت مصادر أن إقالة الأخير جاءت بعد تلقي أردوغان إحاطات عن الوضع الاقتصادي الهش، تضمنت تحذيرا من الفشل في تدبير تمويل أجنبي جديد. وسط هذه الأجواء يحاول أردوغان تلميع صورته، فقد أثنى على علاقة حزبه بحزب الحركة القومية بعدما تحدثت تقارير إعلامية عن خلافات بين الطرفين. في الوقت نفسه شن هجوما حادا على صلاح الدين دمرتاش رئيس حزب الشعوب الديمقراطي قائلا إن يدي الأخير ملطختان بدماء الكرد، لكن الضربة كانت قد جاءت ممن يعد حليفا تاريخيا له. بولنت أرنتش تخلى عن منصبه كمستشار بعدما تعرض لهجوم عنيف بسبب مطالبته بالإفراج عن معارضين معتقلين. إذن برغم وضعه الداخلي المتأزم سياسيا واقتصاديا، يكثف أردوغان حملاته وتدخلاته الخارجية، فمن سوريا وليبيا إلى كارباخ مرورا بمياه شرق الأوسط، حملات تكلف الحكومة مبالغ طائلة، ولا يتردد الرئيس في خوضها أملا في إلهاء الناس عن مشاكله الداخلية وفق مراقبين. لكن الواقع لا يبدو لمصلحته، فالمعارضة تصاعد والأوضاع الاقتصادية تتردى، والأسوأ يتوقعه الاقتصاديون في مرحلة ما بعد كورونا. أعود إليك دكتور محمد، يعني معروف عن أردوغان أنه رجل ذكي، يعني نتيجة ما وصل إليه يقال ويشهد له كثيرون أنه رجل ذكي. هل ما نشهد الآن في تركيا أمام كل هذه التفاصيل اللي تحدثنا عنها، بداية كيف يمكن تقييم الواقع حالياً؟ وهل فعلا هو في أزمة أم هو يعرف كيف يعني يتخطى هذه العقبات؟ قد أبدأ بما كان قاله أحمد داود أوغلو قبل أيام، بأنه عندما أتيح به من رئاسة الحكومة عام 2016 قبل محاولة الانقلاب بحوالي شهرين، كان سعر صرف الدولار 3 ليرات تركية تقريبا. الآن سعر صرف الدولار تجاوز الأسبوع الماضي أو لامس 9 ليرات. هذا ربما بحد ذاته كاف لنحكم على هل نجح أردوغان في سياساته الداخلية أم لا.
أعتقد هناك يجب الفصل بين السياسات الداخلية والسياسات الخارجية. إذا بدأنا بالسياسات الداخلية، أنا أعتقد أنه أردوغان لم يبقي أحدا حوله كما كنت قد بدأت. إلى ذلك مثلا علي باباجان الذي ورد ذكره في التقرير، هو يعتبر مهندس المعجزة الاقتصادية في تركيا من 2002 إلى أن استبعد من فريق رئيس أردوغان قبل عدة سنوات، وبدلا منه سلم مسؤولية الاقتصاد إلى أشخاص مقربين منه جدا، هو صهره، وبالذات صهره برات البيرق. برات البيرق غير معروف عنه مثلا أنه هو رجل ذكي أو أنه رجل ناجح أو كذا، بل ربما مشهور عنه أنه هو غبي بامتياز. وبالتالي كيف يمكن أن تسلم أولا وزارة الطاقة سابقا ثم وزارة الخزانة والمالية إلى شاب لا يزال في مقتبل العمر؟ وبالتالي هذا الأمر من سوء سلوكيات أردوغان بالتعامل مع الدولة وإدارة الدولة، يعني داخليا سياسيا واقتصاديا. ليس على السكة الصحيحة في تعاطيه بالموضوع. لا، بطبيعة الحال، لأنه بلد كبير مثل تركيا 80 مليون، اقتصاد ضمن الاقتصادات العشرين الأوائل في العالم، بمحيط جيوبوليتيكي معقد جدا ومهم جدا، لا يمكن أن تسلم إدارات الدولة لمبتدئين فقط من أجل ألا يكون معه رجال ممكن أن يكونوا شكله منافسين له داخل الحزب أو على الزعامة في تركيا. وبالتالي هو دفع ثمن هذه الخيارات. الآن عندما حيدفعوا داخليا أم في أمور الخارج حيغطي على الداخل؟ لا، داخليا. أول شيء داخليا عم يدفع هذا الثمن. التضخم ارتفع بنسبة كبيرة، البطالة، عدا عن الكورونا، يعني الكورونا طبعا ساهمت. الناتج القومي المحلي، وهذا رقم فعلا ملفت، عادة الدول بتبلش مثلا، يعني تركيا قبل 2017 وصلت إلى ناتج قومي حوالي 850 مليار دولار، وكانت بالرقم 16 أو 17 بالاقتصادات العالمية. الآن هي تراجعت 150 مليار دولار الناتج القومي. الآن الناتج القومي تركيا 700 مليارين تقريبا، يعني 700 مليار دولار. هذا رقم غير، يعني غير 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 طبيعي، يعني رقم مخيف. ما هذا التناقض أمام هذا الوضع الاقتصادي المتردي في الداخل، وأمام هذه يعني الطموحات التوسعية والحروب التي تفتحها هنا وهناك تركيا في أكثر من بؤرة، والدخول بملفات سوريا، ليبيا، كرباخ؟ طبعا يعني هون نحن يجب أن نلاحظ أمر أساسي. هو أولا رجب طيب أردوغان عنده مشروع اللي نحن عم نسميه دائما مشروع العثمانية الجديدة. هذا المشروع العثمانية الجديدة يقتضي بأن تتوسع تركيا خارج حدودها إلى الأراضي التي كانت ضمن حدود الميثاق الملي لعام 1920، يعني اللي بتضم شمال سوريا وشمال العراق، وإلى حدود ما يسمونه الآن حزب العدالة والتنمية الوطن الأزرق، يعني بشرق المتوسط. فهذا يعني العثمانية الجديدة كمشروع، كفكرة، كنظرية موجودة فعلا عند رجب طيب أردوغان، وهو حاول هيدا اللي حيثبته لرجب طيب أردوغان أم لا؟ لا لا، أنا في شغل إنه هيدا جزء ما له علاقة بما هو موجود في الداخل. يعني هذا بحاول هو ينفذ هذا المشروع بموازنة عن التطورات في الداخل، لكن بلحظة التضعضع الداخلي والانقسام الداخلي بداخل حزب العدالة والتنمية، بلحظة تكتف المعارضة من أجل التضييق على أردوغان، من أجل إسقاط أردوغان، حاول يعني انطلق أردوغان بمشروعه الخارجي إلى مسافات أبعد مما يمكن أنه تتحمله تركيا ماليا أو اقتصاديا، نتحمل هذه المغامرات العسكرية. بما أنه ليش حتى يقدر يعوض بالداخل من خلال مغامرات الخارج، من خلال المغامرات الخارجية. عوض. هلا هذا العوض نحن أنا بعتقد أنه ما قدر لشغلتين، أو يعني في مثلين ممكن نقول أنه ما قدر. أول شيء، أول تجربة إذا كان نجح بهذا التعويض أو لا، هي الانتخابات البلدية اللي صارت بالعام الماضي 2019. هذه الانتخابات فشل فيها أردوغان فشل ذريع، ولا سيما في المدن الكبرى. هذه وحدة. الوحدة الثانية، استطلاعات الرأي اللي عم تجري من وقت لآخر، طبعا في كثير شركات كل وحدة بتعطي شيء، لكن بالمبدأ استطلاعات الرأي كانت عم تعطي هلا حزب العدالة والتنمية نسب 30-32% بالوقت اللي كان طول عمره ياخذ 47 و48%. هيدي النقطة
يعني مش بالضرورة إنه هذه الأرقام تقول ممكن إنه أردوغان يتغير وجه تركيا يعني بعد في 3 سنين للانتخابات بعد بكير. بس هون شو اللي بدي أنا ألفت النظر له، وهو كتير مسألة حساسة وخطيرة بالوقت نفسه. أردوغان بس يشعر إنه حزبه عم يتراجع شعبيا، عم ينقسم شعبيا، هو عم يلجأ إلى الخيارات أكثر تطرفا، مش عم يروح مثلا لا مثلا رزمات اصلاح للحريات والديمقراطيه وحقوق الانسان اللي كان بلش فيها بال 2002 و2004 هلا عم يجي على اعتقالات واقالات واستقالات، رجع الى سياسات متطرفه ومتشدده على الصعيد العرقي القومي وعلى الصعيد المذهبي وعلى الاصعده مختلفه. بهذا الاطار نحن عندنا شغلتين، وهيدي الاخيره اللي كمان وردت بالتقرير، انه لجا الى الاستعانه ب حزب الحركة القومية اللي هو حزب هلأ تقريبا أصواته من 8 إلى 10%. 8 إلى 10% خلته لأردوغان بالانتخابات 2018 يربح بالانتخابات الرئاسية. هلأ عم يزداد التطرف عند رجب طيب أردوغان، والمعارضة عم تقول له مين عم يقود تركيا، أنت ولا دولة بهشلي رئيس حزب الحركة القومية. هذا التطرف عم يخلي فيه مثلا من كم يوم صار في تهديد لرئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار اوغلو من قبل احد اكبر زعماء المافيا بتركيا عبد الله تشاقيجي. هيدا زعيم المافيا هدده لكمال كليجدار اوغلو، هو زعيم المعارضه الرئيسي كمال كليجدار اوغلو، قال له انتبه وكذا وكذا. هون حزب العداله والتنميه انقسم على حاله، جزء انتقد تهديدات زعيم المافيا، الجزء الاخر لم ينتقد هذا الأمر ولم يستنكر هذا الأمر. حزب الحركة القومية أيد تهديدات عبد الله تشاقيجي لكمال كليتشدار أغلو. هذا الأمر شو اللي وصل لوين؟ وصل إنه بولينت إيرينش هو أحد المدافع الثقيلة والمدفع الثقيل الأخير المتبقي بحزب العدالة والتنمية، خليه يستنكر التهديد اللي تعرض له كمال كليجدار أغلو. هون فات أردوغان على الخط من يومين وقال تصريحات بولنت أرينش تثير الفتنة داخل حزب العدالة والتنمية، يعني تضعف حزب العدالة والتنمية. من هون بولنت أرينش استقال من هيئة الرئاسة الاستشارية للرئاسة اللي بتضم شخصيات متعددة، يعني أردوغان حطهم هونيك حتى هيك يضمن ولائهم، استقال. وهلا اخر مدفع ثقيل بحزب العداله والتنميه طلع اللي هو بولنت إيرينش. اللي بدي اقول هون انه هذه السياسات يعني اللي ضعف اردوغان بالداخل عم يدفعوا لاتباع سياسات متطرفه على تنقضوا بالانتخابات المقبله من خلال التحالف مع حزب الحركه القوميه. لكن هذا الامر انا برايي محل شك كبير، لانه نحن منا بعهد هلا دونالد ترامب حتى يقايده لأردوغان ويحميه. شو حيفرق هلا مع بايدن بالإدارة الجديدة؟ ما الذي سيختلف؟ هذا أولا. لا ننسى أيضا يعني للتأكيد على الواقع الاقتصادي السلبي والمتأزم بالداخل التركي اليوم، إعادة فتح العلاقات مع السعودية رغم أنه معروف كان يعني السعودية الأخوان هن منظمة إرهابية، يوم عم يرجع فتح العلاقات. أول شيء لتدارك موضوع فتح معبر عرعر بين السعودية والعراق وتكون البضائع السورية هي المنافسة للتركية، وبالإضافة طبعا الحملة اللي صارت مؤخرا بالخليج مقاطعة البضائع التركية وشفنا قد ايه أثرت. انطلاقا من هذا الواقع اليوم، ما الذي سيختلف خارجيا أمام تحركاته المغايرة لأردوغان؟ قبل ما جاي مباشرة بس اسمحي لي تقول انه من مظاهر السياسات المتطرفة القومية لأردوغان استمرار احتجاز وتمديد سجن رئيس حزب الشعوب الديمقراطي الكردي صلاح الدين ديميرتاش. صاروا تقريبا حوالي 4 سنين بالسجن وعم يعني يحبس من دون وجه حق، يعني هو خلص طلع حكم انه مش مذنب لكن عم يمددوا له هن الاكراد والنازحين اللي عم يعني بيشتغل على هالملفات. بالوقت نفسه عم اقال معظم رؤساء البلديات الكردي اللي كان رؤساء من حزب الشعب الديمقراطي الكردي، وعين بدلهم يا القائم مقام يا المحافظ، وبالتالي كلهم. فهيدي كمان جزء من هالسياسات القوميه المتطرفه اللي عم يلجا اردوغان، وهيدي لا تساعد ابدا على استقرار في الداخل التركي. برجع هيدي التصرفات بالخارج
حتى يعني شو بيقولوا تأمن له غطاء بالداخل؟ أنا بعتقد إنه في شقين من إذا فينا نتلمس قديش ممكن أردوغان يكون في تحول ما بالسياسة الخارجية حتى تودد أوروبيا يعني. نعم شوف، ما بعرف قد ايه بعد قريب أو بعيد لأنه يرجع يكون بالاتحاد الأوروبي مهما كان أو ينضم. الكلام هلا من هلا عن احتمالات تقارب تركي سعودي أو تركي مصري أو تركي خليجي بشكل أو بآخر، يعني أنا من خلال متابعات الصحافة التركية، من خلال متابعات لمراكز الأبحاث، من خلال متابعات المسؤولين شو بيحكوا، تحليلات شغلات كذا، بكير كثير إنه مو نحكي عن شيء. أنا بعتقد هلا العلاقات واصلة ذروتها بالتصعيد، ذروتها بالصدام، ذروتها بالتنافس، ذروتها بمحاولة أوروبيا يعني اليوم هن أبعد الأتراك بالنسبة هذه، بالنسبة لتنقول العالم العربي أو الخليج. بالنسبة للغرب عندنا شقين، الشق الأوروبي والشق الأمريكاني. الشق الأوروبي التجارب الأخيرة اللي صار بشكل متوسط إن كان مع فرنسا أو مع اليونان أو حتى مع بعض الدول الأوروبية من ضمنها ألمانيا تشير إلى أن أوروبا أعجز حتى الآن من أنه تواجه رجب طيب أردوغان بشرق المتوسط. أردوغان عم يتحداهم، عم يتحداهم بالسفن العسكرية، عم يتحداهم بده ينقب بالنفط مناطق تعتبرها اليونان تابعة لها، ومش عم يرد على حدا وعم يهدد وإلى آخره وكذا. عارف أردوغان أن أوروبا غير قادرة غير مستعدة على أنه تواجهه عسكريا، لا اليونان قادرة لوحدها ولا الاتحاد الأوروبي بده هيك شيء. على ماذا يعتمد داخل. هو إذا كان بالداخل مأزوم على ماذا يعتمد؟ بيعتمد أو كان أول شيء يعتمد على أنه دونالد ترامب ليس على انسجام مع السياسات الأوروبية بمنطقة المتوسط. يعني ترامب أيد أردوغان بليبيا بينما فرنسا هي كانت عدو أساسي لأردوغان بليبيا، كان في والآن كان في هو بيناتهم. كذلك ألمانيا تخاف من اللاجئين، خاصة ألمانيا ودول أوروبية، قال عند أول مشكلة بفلت اللاجئين بيقولوا خذوا. وبالتالي هيدا أردوغان أثبت أنه هو أنا بتقدير انتصر على الأوروبيين بهذا الأمر. اما بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه، انا بعتقد انه اذا اخذنا سياسات الديمقراطيين كما كانت في عهد باراك اوباما، واذا اخذنا بعض تصريحات جو بايدن بالخريف الماضي عن رجب طيب اردوغان انه انا جاي بدي سقطه لاردوغان من خلال العمليه الانتخابيه، يعني بطريقه ديمقراطيه مش انه بانقلاب عسكري. هن حاولوا بانقلاب عسكري 2016 لكن فشلوا بهذا الامر. واذا اخذنا هذا الامر، اذا اخذنا تركيز الحزب الديمقراطي الامريكاني على حقوق الانسان والكذا والكذا اللي حاب يدخل منها للضغط، انا بعتقد انه لا اردوغان امام تحدي العلاقات مع الولايات المتحده الامريكيه ومع يعني ومع بايدن. غير معروف كله بعد غير رسمي، يعني يقال ايضا انه اقاله صهره جاءت لانه كان محسوب، لانه على جاريد كوشنر وايضا ترامب جاءت من باب ارضاء بايدن. اقالته لانه الاقتصاد التركي انهار بعهده لصهره وتراجع، كل المؤشرات كانت عم تشير الى تراجعه. كل الشكر لك دكتور محمد نور الدين خبير في الشان التركي على مشاركتك. ممكن نحكي كيف جمله بس هيك بشكل سريع؟ بشكل سريع، بالواقع اجاني شريط فيديو لاردوغان من كم يوم عم يخطب امام حزبه طبعا عن بعد والى اخره، عم يحكي شوي قال لهم شو اشوفكم؟ ما نكون مثل المؤتمرات السابقه، ما عم نسمع لا زئيف ولا عم نسمع تهليل، ما كان يتوقف الزئيف فساعات صاروا يزقفوا له وقفوا كذا كذا كذا. هذا مؤشر على انه حتى الحماس داخل حزب العداله والتنميه تراجع بظل السياسات اللي اتبعها رجب طيب اردوغان حتى الان. كل الشكر لك مره جديده دكتور محمد نور الدين خبير في الشان التركي على المشاركه. الجيش الإسرائيلي يرزح تحت تأثير الأزمة السياسية، تصاعد الخلافات بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن بني غانتس حول الجيش الإسرائيلي إلى رهينة، كيف ذلك؟ متابع.
للوقوف أكثر عند هذه التفاصيل ينضم إلينا من بيت لحم مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة ناصر اللحام. ناصر أهلا بك معنا. لماذا يغيب نتنياهو المعلومات عن غانتس عن أشكنازي وعن المؤسسة الأمنية العسكرية ككل خاصة فيما يتعلق بتحركاته التطبيعية؟ تحياتي علا. في الحقيقة الحديث عن نتنياهو مختلف تماما عن الحديث عن إسرائيل التي نعرفها. إسرائيل السابقة التي في مخيلة ودراسات المهتمين بالشأن الإسرائيلي الجيش هو البقرة المقدسة، الجيش هو مصنع الولاء عند كل أسرة إسرائيلية ولاءها لإسرائيل. لكن نتنياهو يعتبر منذ أن تولى نفتالي بنت وزارة الدفاع في الحكومة السابقة والآن بني غانتس تولاها، يعتبر بأنها أصبحت خصما سياسيا له. بني غانتس خصمه السياسي وإن كان حليفه في الائتلاف، هو يرى يعتقد حسب الدراسات التي نشرت اليوم بأنه رئيس أركان الجيش أفيف كوخافي هو صديق العمر بالنسبة لبيني غانتس، وبالتالي احتسبه عليه وبالتالي خاصمه سياسيا. حتى السكرتير العسكري الذي ذهب معه وطار إلى مدينة نيوم في السعودية للقاء محمد بن سلمان لم يعرف عنها الجيش أبدا، ولم يعرف عنها بيني غانتس، لأنه لو قال لأفيف كوخافي رئيس الأركان كان سيقول لبيني غانتس. إذا مصلحة نتنياهو الشخصية أهم من مصلحة الجيش، ولاحظنا في شهر 3 وفي شهر 4 هذا العام حين انتشرت الكورونا بشدة وجرى الإغلاق، أنه نفتالي بنت أكثر من مرة كان طالب يقول دعوا الجيش هو الذي يتولى مسألة كورونا، ورفض نتنياهو ذلك. إذن المصلحة الشخصية لنتنياهو لبقائه في الحكم تتحتم عليه أن يتحالف مع أي شخص من خارج إطار البقرة المقدسة إذا كان هذا في مصلحته، أن يستبعد الجيش إذا كان هذا في مصلحته الشخصية. طيب هذا كيف يؤثر ناصر على المؤسسة العسكرية؟ طبعا هو لن يقف هنا، سيكون هناك امور مؤسسة العسكرية الإسرائيلية على المؤسسة العسكرية على المستوى المرحلي لا اعتقد انه سيؤثر. بالامس في الساعة الماضية قامت طائرات الاحتلال بقصف اهداف في سوريا، لا يزال جيش الاحتلال يقوم بعمليات العدوانية ضد الفلسطينيين ضد العرب والعمليات التجسسية وغيرها. لكن على المدى الاستراتيجي هذا خطير جدا، لأنه المتحالف الشخصي مع نتنياهو هو رئيس الموساد، قوى الموساد. الآن الاستخبارات العسكرية مثلا أمان التي قربها شارون منه لأنه رئيس الموساد كان يخالفه في السياسة. إذا كل رئيس وزراء في إسرائيل يتحالف مع واحد من قادة الأمن سواء قائد الجيش. مثلا شارون كان يتحالف مع موفاز، هو شريكه في محاصرة عرفات وحتى في اغتياله، شريكه في عمليات الاغتيال. الآن نتنياهو شريكه الحقيقي الذي يطير معه إلى أوغندا والذي يطير معه إلى الدول العربية هو يوسي كوهين رئيس الموساد، وكأنما يستثني الجيش. لا يستطيع أن يستثنيه من الموازنة، لا يستطيع أن يستثنيه من الميزانية، والجيش يقوم بعملياته. لكن هذا على المدى الاستراتيجي يفسخ العلاقة أو العقد المقدس بين رئاسة الوزراء وبين الجيش. الآن نحن نتحدث أن رئيس الوزراء يخفي أسرار عن الجيش، طب ماذا لو أن الجيش أخفى أسرار عن رئيس الوزراء؟ طيب جميل، انطلاقا من هذا السؤال، نحن إلى أي حياة سياسية يعني ننتظر أن تكون في الداخل الإسرائيلي، سيما وأنه واضح أنه في أهداف كبيرة؟ يعني عندما يضع نتنياهو هو يعرف أنه إذا لم يخبر في حال تعرض لأي شيء، خاصة أنه يذهب كما قال بني غانتس إلى السعودية وهي ما زالت دولة معادية كما قال غانتس، هو يعلم أنه قد يحصل أي شيء. عندما يضع نفسه في هذه المخاطرة هناك أهداف أكبر من ذلك، كل هذا إلى أين سيأخذنا في الحياة السياسية العسكرية الإسرائيلية الداخلية؟ في الحقيقة الموساد جهاز معروف في العالم العربي والعالم، لكن في إسرائيل ليس الجهاز الأول. الجيش هو الأضخم، ميزانيته هي الأضخم،
بعشرات المليارات، وبالتالي الموساد بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي يعني يبدو في ديكور بالنسبة للمؤسسة العسكرية الحقيقية بالنسبة لأثمان الأسلحة، سلاح البحرية، سلاح المشاة، النضاليين، هذه يعني ميزانيات ضخمة تصرف عليها. تسلح نتنياهو برئيس الموساد لا يفيد على الصعيد الاستراتيجي، وان كان يخترق له عناوين اعلاميه، هو يعني بفتح التطبيع مع سلطنه عمان، يعني ماذا هل تعتقدين علا بأن الجمهور الاسرائيلي قلق بشان عمان او السلطان في عمان اذا طبع او لا يطبع؟ حتى هذا الخبر قد لا يقراه كثير من الاسرائيليين. مكاسب الشخصيه لنتنياهو مختلفه تماما عن الاطماع الخاصه عند الجبهة الداخلية الإسرائيلية. الجبهة الداخلية الإسرائيلية همها الأخبار على الحدود مع لبنان، مع غزة، العمليات في الضفة الغربية، الأردن، نوعا ما الجيش المصري دائما يقلق الجمهور الإسرائيلي، تربوا على ذلك من أيام عبد الناصر. وبالتالي مصلحة نتنياهو الآن هي الأساس. كيف ستؤول الأمور لاحقا؟ أعتقد حين يقع نتنياهو سوف يسلخون جلده، بالمعنى التشبيهي سيسلخون جلده في بأن الجميع سيتخلى عنه، هو متسلح بتكتل اليمين، إذا جاء المنافس من اليسار سيكون ضعيف، ونتنياهو اللعبة لصالحه، لكن إذا جاء المنافس من اليمين، وهذا ما أتوقعه في الانتخابات القادمة، أن يكون منافسه نفتالي بنت، حين ذلك سيشعر كم خسر في فك ارتباطه بسرعة مع الجيش ومع غيرها من المؤسسات. كل الشكر لك ناصر الحام، مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة، كنت معنا من هناك. مشاهدينا فاصل ونواصل المشاهدية. بشراسة يقاتل الجنس اللطيف من أجل نيل حقوقه، نساء تصدرن الجبهة الأمامية وقودن معارك طويلة ضد العنف والتمييز، ناضلنا وثابرنا وفي النهاية نجحنا. في اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة نتوقف مع تجارب رائدة ومميزة ترويها بطلاتها. وللمزيد تنضم إلينا ميسلون فرحات، وهي ناشطة في الحزب السوري القومي. أهلا وسهلا فيك ست ميسلون فرحات. أيضا من سوريا علمية أبو أسعد، مؤسسة معهد أنمار المهني لذوي الاحتياجات الخاصة، أهلا وسهلا فيك. أيضا من تونس كلثوم كنو القاضي والناشطة الاجتماعية، أهلا وسهلا بكنا جميعا. أبدأ معي من ضيفتي هنا بالاستوديو بلبنان سيدة ميسلون. المرأة دون أدنى شك مقاومة على كل الجبهات، بالمنزل، داخل المنزل، بالأعراف، التقاليد، القانون، المحاكم، بكل شيء هي يعني أكيد. تقاوم أكيد. بدي تجربتك بداية بالميدان، رح نحكي عن المقاومة الأخرى كمقاومة بالميدان بالعمل السياسي وركيزة لكل انتصار. حدثينا عن انتصارك وعن تجربتك اليوم كما رأي هذا المشهد. تجربتي حبيبتي كانت تجربة عن قناعة، وعن قناعة بكل معنى الكلمة. ابتدأت بحزب السوري القومي الاجتماعي ابتداء من بلدتي، هي المتين قضاء متن شمالي. من هون بلشت بالقتال ضد الانعزاليين والفئويين، وكسرنا الكانتون، المشروع الكانتوني اللي كان جاي على المنطقه باثناءها بال 75. انا عم بحكيكي من هون ابتدى المعترك، يعني ابتدات معترك الحياه من منطلق بلدي اللي هي المتين، وطلعت على دورات تدريبيه. دورات التدريبيه ثلاث دورات تدريبية أنا عملت، كل دورة 40 يوم مغلقة، كل دورة 40 يوم ياخذوني على جبهة، على جبهة الجنوب. بجبهة الجنوب قتلت العملاء لليهود والعدو اليهود الإسرائيلي الصهيوني. العملاء كانوا قوات سعد حداد، هيدي أول مرحلة. ابتدأت المعركة من الغندورية، من القنطرة، ابتداء من القنطرة
وصلنا للطيبة لتل 33. بس أنا مش لوحدي، أكيد معي فصائل من المناضلين والكوادر من القوميين، بس أنا كنت وحدي كمرأة بهاي الجبهة، كنت لوحدي بس بجبهة تانية كمان في رفيقة جابت بنت جبال، أنا عم بحكيك بجبهة اللي كنت فيها، كنا شو 70-80 عنصر من القوميين ومعنا بقية المناضلين، الحزب الشيوعي، منظمة التحرير، أكيد كل واحد أخذ محور. أنا كنت ضمن مجموعة جريدي بتعد 12 عنصر، أنا مسؤولة عنه ضمن فصيل 12 عنصر اسمها جريدي، نحن المصطلح اللي عندنا بالحزب الجريدي 12 عنصر، والزمرة 6 عناصر، والفصيل 32. أنا كنت مسؤولة عن 12 عنصر ضمن هالفصيل، قمنا باقتحام الغندورية، ابتداء من الغندورية القنطرة الطيبة لوصلنا لحد تل 33. قوات سعد حداد، العملاء لليهود كانوا موجودين، والعدو الإسرائيلي. وصلنا على تل 33، هني صفوا تحت التلة على العدايسي، من العدايسي انطلقوا صوب كفركلا وصوب. عن هذا العمل المقاوم، نعم، عن أهميته، عن قديه فخورة أنك، نعم، كنت فيه. رح أرجع لعندك سيدة، نعم، ميسلون. أذهب إلى تونس. كلثوم كنو، القاضي والناشطة الاجتماعية، أهلا وسهلا فيك من جديد سيدة كلثوم. كما قلنا يعني الامرأة تقاوم على كل الجبهات، في القضاء ماذا أعطاها لناحية حقها بالعمل فيه كما حضرتك قاضي وناشطة اجتماعية، وماذا أعطاها لناحية حقوقها التي تناضل لأجلها في كل الدول العربية، خاصة لناحية أحوالها الشخصية، أمومتها وحقوقها على كل الصعد؟ شكرا للاستضافة وشكرا لهذه الفرصة التي أتيحت لي. أهلا. بالنسبة لتونس، أول شيء أريد أن أوضح شيء، وأني الآن أصبحت قاضية متقاعدة، خرجت في التقاعد منذ سنة ونصف تقريبا، لكن دائما متواجدة وناشطة في المجال الحقوقي وحتى فيما يتعلق بالقضاء. بالنسبة لتونس، الجميع يعلم أن تونس لها قوانين تعتبر متقدمة فيما يتعلق بحقوق المرأة، يعني دخول المرأة إلى الحياة العامة أو إلى يعني الحياة العامة بصفة عامة أو إلى التمدرس والدراسة، كان معناها منذ أول القرن السابق. دوك يعني لذا بالنسبة للمرأة دخلت في كل المجالات بما فيها المجال القضائي. احنا عندنا أول امرأة دخلت القضاء في سنة 67، يعني سنة عندها سنوات، والآن نسبة التواجد النساء في القضاء، نعم، يعادل تقريبا 49%. الموجود هو أنه دائما حتى ولو وجدت المرأة في القضاء أو في مواقع أخرى متقدمة، لا زال أعتبر وأن لا زال النضال متواصل من أجل التحقيق المساواة التي نص عليها دستور تونس، دستور 2014، اللي هو نص على المساواة بين الرجل والمرأة، واتخذت عدة تشاريع في هذا الاتجاه، يعني وآخر قانون واللي احنا نعتبره قانون ثوري ونظن احنا نساء ورجال، راهو لا يجب ان معناها ان لا نعطي الرجال حقهم، بعض الرجال الذين ساندونا في الدفاع وفي تحقيق عديد المطالب، منها القانون الأساسي لسنة 2017 المتعلق ب
بكل معناها بمناهضة أو نقول هو ليس فقط مناهضة وإنما هو التصدي لكل أشكال العنف المسلط على المرأة. القانون هذا اللي هو قانون هام جدا، لكن أقول وأنه هذا القانون لا زال لم يطبق كاملا على أرض الواقع، لأن هنالك عقليات ذكورية لا زالت تتفضل. سأعود إليك للحديث عن العقبات التي تمنع من وصول المرأة إلى كل ما تريد تحقيقه سواء بتونس أم بغيرها. ابقي معنا سيدة كلثوم. أذهب إلى سوريا سيدة علمية أبو أسعد. يعني المرأة في الميدان في العسكر، المرأة في الميدان في عمل القضاء والقوانين أيضا، المرأة هي عاطفة، هي إنسانة، هي مشاعر، هي يعني كل ما له علاقة بالحب. اليوم هذه المرأة، كونك معهد أنمار المهني لذوي الاحتياجات الخاصة، حدثينا عنها أيضا هذه المرأة. يسعد مساكم، وإلي الشرف كون مع السيدة ميسلون ومدام كلثوم ومع حضرتك، وشكرا كثير للاستضافة. بالنسبة لتجربة مركز أنمار، هو مركز مهني لذوي الاحتياجات الخاصة، اجت فكرته من منطلق المعاناة اللي بيعانوها بعض الأهالي بعدم قبول أطفالهم بالمدارس. ويمكن أحد التجارب اللي كانت هي تجربتي أنا الخاصة. يعني أنا إجاني طفلي بال 2001 بيعاني من نقص سمع شديد جدا. طبعا أنا بشتغل بهذا المجال من عام 89 بمجال الأطفال وتربية الأطفال. بعام 2001 ربنا رزقني بهذا الطفل. الطفل على عمر شهر عرفت أنه ما في سماع، طبعا بعد معاناة وتجارب أنه يعني نحاول أنه في علاج، للأسف ما في. عملنا له عملية زرع قوقعة، فكانت تجربتنا بلشت مع المدارس. لما الطفل صار بمرحلة معينة أنه لازم يفوت مدرسة، رفض بدون حتى أي بدون ما يشوفوه، يعني بدون ما يتعرفوا عليه، بدون ما يعرفوا إمكانياته، رفض لمجرد أنه زارع قوقعة. من هون هيك بلشت هي الفكرة تواردني. قد ايه حب المرأة، سواء الحب عندك، الحب عندك سيدة علمية، أم حب المرأة بشكل عام قائمة عليه المجتمعات؟ هذا ما أود الوصول إليه. أنا بس بداية ما سمعت بداية السؤال. كنت عمالك سيدة علمية، هذا الكم من الحب اللي تبث كل امرأة سواء بعائلتها أم بمحيطها، إلى أي مدى قائمة عليه يعني الأسر، قائمة عليه أو قائم عليه المجتمع طبعاً كله؟ طبعا هلا لما بيكون عند، أنا أحكي من تجربة ذوي الاحتياجات الخاصة، لما بيكون في طفل عند عائلة من ذوي الاحتياجات الخاصة اللي بيتطلبوا هذا الشيء، الطفل بأول لحظات معرفة الأهل، بداية الحب اللي لازم يغمره المجتمع لهي العائلة، اللي لازم يقدموا له إياه، يقدموا للأهل، يكونوا لصفهم، عدم استنكار وجود حالة مثل ذوي الاحتياجات الخاصة بأي أسرة، تقبل هي الأسرة والوقوف جنبهم، وبالذات وقوف جنب الأم، لأنه بتعرفي بعد الولادة والمعاناة من الولادة وأوجاعها، أنه الأم تصدم أنه مثلا لا سمح الله أنه الطفل عنده مشكلة، هون مين بده يوقف جنبها؟ للأسف في مجتمعات الرجل يمكن بينفصل، يطلب الانفصال فورا. بعض المجتمعات بيت الإحماء ممكن انه يقولوا له خلاص طب بعد بدنا اياكي. فهون دور المجتمع انه احنا بعد هي المرحله شو يعني شو دورنا كمجتمع اتجاه هي الام. يعني هي فوق انه عذاب الولاده، وانه صدمت انه في طفل بيعاني من اشكاليه. طيب اعود اليك سيده، للاسف الشديد مجتمعاتنا ما في أي تعاون. أعود إليك سيدة ميسلون بشكل سريع إذا أمكن. أخبرينا اليوم باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، المرأة اللي عم بتحارب يعني على كل الجبهات، أي كلمة توجهين لها في هذا اليوم أو للرجل؟ للرجل، أنا ضد العنف للمرأة، لأنه الرجل ما عنده ثقة بنفسه، هذا أول شيء. لو عنده ثقة بنفسه ما بيعنف المرأة لهذا السبب. المرأة
هي ست البيت، هي بتطبخ، هي بتجلي، هي بتعلم، هي بتشتغل بالبنك. هي المرأة هي نصف المجتمع كله يعني. المرأة وبعد شوي بده يصير كل المجتمع، بس هي نصف المجتمع. ليش بده يعنف الرجل؟ شو السبب؟ بشو عم تأذيه؟ لأن بتجيب له أولاد بتربي له إياهم وبتعلم له إياهم وبتودين على المدرسة بتجيب من المدرسة. ليش بده يعنفها يعني الرجل؟ شو السبب؟ حتى لو صار في فراق بيناتهم أفضل الفراق، بس كمان عم نشوف لما عم بيفترقوا عن بعضهم عم بيروح بيجيبها من بيت أهله وبيقتلها قدام أولاده، قدام أولاده هذا الرجل. لأنه هذا الرجل بلا أخلاق، ما عنده لا أخلاق ولا مناقبية. هلا بقوم علينا دخيلك. لا اللي بيكون بهالشكل هيدا بده يكون ما عنده أخلاق، مزبوطة ولا فاقد الثقة بالنفس بنفسه. أذهب إلى بيكون تونس. بيكون ضعيف، ضعيف الشخصية. سيدة كلثوم، حدثنا عن يعني رغم أنه تونس هي المتقدمة في هذا المجال لناحية المرأة وحقوقها وعملها وإلى الكثير من الأمور، لكن ما زال هناك عقبات، أخبرينا عنها لو سمحت. أنا أقول وأنه اليوم هنالك معيقات معناها تدعو المرأة إلى أنها تأخذ بزمام الأمور وتتصدى لهذه المعيقات. بالنسبة للصعوبات اللي تلقاها المرأة، هي أول شيء هي عدم معرفتها بحقوقها. يعني هنالك نصوص تشريعية موجودة تضمن حقوق النساء، لكن للأسف هنالك العديد من النساء التي يجهلن هذه الحقوق ولا يعلمن أن لهن حق في عدة مجالات. هذه المعلومة لابد أنها تصل إلى المرأة وأنها تعي بذلك. كذلك هنالك دور آخر كذلك يجب أن تلعبه مؤسسات الدولة، وهي أنها مؤسسات الدولة والإعلام كذلك ومجتمع المدني، أنه يوصل إلى المرأة وإلى الرجل لإقناعهم وإلى تفسير ما معنى المساواة وما هو ما هي زاد المزايا وما سينجر عنه من إيجابيات لما تكون المرأة فعلا تأخذ حقوقها وتساهم في الحياة يعني الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتتواجد في كل المجالات. هذا مهم، وهذا أنا أقول يعني القانون موجود، لكن الآليات يجب وجود آليات تفعل هذا القانون، وهذه الآليات معناها مفروض أنها توضعها الدولة، توضعها في مؤسساتها. هذا مهم جدا، والدور الذي يجب أن تلعبه كذلك المرأة نفسها. المرأة هي مسؤولة على تربية الأجيال، هي التي يجب أن تزرع في أبنائها مفهوم المساواة. هذه نتحدث على الجيل القادم. اليوم يعني شكرا. المسؤولية مشتركة بين الدولة وبين يعني المجتمع المدني شكرا وبين لك. الأشخاص في حد ذاته. شكرا لك سيدة كلثوم كنو القاضي والناشطة الاجتماعية. شكر موصول لعلمي أبو أسعد مؤسسة معهد أنمار المهني لذوي الاحتياجات الخاصة. كل الشكر لك على الحضور سيدة ميسلون. أنا ما حكيت شيء بعد عن فلسطين. يعني كان حابين يسعفنا الوقت بشكل سريع إذا أمكن أن تحدثين أهمية المرأة كمان بالتطبيع، مواجهة التطبيع بشكل سريع لو سمحت. هذا التطبيع هذا إذلال، هذا السلام سلام المذل، سلام دور سلام المرأة سلام دور المرأة. لازم نحن بنشد على كل أم، على كل أم تربي أولادها وأجيالها الصاعدة، منراهن عليه على المقاومة إن كان صبي أو إن كان بنت. ومنحيي جميع الأسرى والأسيرات بسجون فلسطين المحتلة، ومنحيي نصور الزوبعة، ومنحيي شهداء نصور الزوبعة بالكيان الشامي، ومنحيي شهدائنا الاستشهاديين من شهيدة سناء محيدلي لابتسام حرب لجميع شهداء الحزب السوري القومي الاجتماعي. منحييهم، ومنحيي المقاومة الفلسطينية، منحيي المقاومة الإسلامية، منحيي الجيش
العربي السوري، من حي الجيش اللبناني، شهداء الجيش اللبناني. يعني إذا حكينا عن المقاومة فعلا ما بنخلص، الوقت كله ما بكفي. وتحية لفلسطين ومقاومينا ومقاوماتها، تحية الأسرى يطلعوا بأسرى بأسرى وقت ممكن. شكرا لك. وهذا السلام، هذا سلام المذل، سلام شو بدي أخبرك عنه، هذا سلام لا يعني سلام لا نحن سلام لا ضد العدونا، هذا العدو اللي اغتصب فلسطين. صح. لا هذا سلام، سلام مذل، هذا استسلام مش سلام، هذا استسلام للعرب. وايضا كل الشكر لك سيده ميسلون. اذا فرحات ناشطه في الحزب السوري القومي الاجتماعي. صحيح. كل الشكر لك، وان شاء الله بكون لنا حلقه خاصه للحديث عن المقاومه النسائيه. وللاستاذ غسان بن جد بنشد على ايدهم، وللاكيب الجميع الموجودين هون يعطيهم الف عافيه، ويعطيك الف عافيه لحضرتك. شكرا لك. انتهاك الخصوصية. تفضلي خليكي معنا، أكيد بيشرفنا تتابع معك المشهد أونلاين. لما بدي أحكي كتاب بعمل أكيد، ونحن بشرفنا نرجع نستضيفك مرة ثانية. خليكي معنا ست ميسلون لنتابع الفقرات وبرجع لك. انتهاك الخصوصية واقع حاضر بقوة في الحديث عن التطبيقات، وخصوصا تلك التي تتوجه إلى فئات محددة، من بينها تطبيق باز الذي أثار الكثير من التساؤلات بشأن الغايات من طلبه بيانات تفصيلية من مستخدميه. تقارير تحدثت عن استخدامها لمصلحة الحكومة الأمريكية، كيف ذلك نتابع. للحديث أكثر يسعدنا أن نستضيف رولان أبي نجم، متخصص في التسويق الإلكتروني. أهلا وسهلا بك معنا رولان. ما هو باز؟ أول شيء مساء الخير لك على ومساء الخير للمشاهدين. باز هو تطبيق مثل أي تطبيق مواقع تواصل اجتماعي، بس الإشكالية الأساسية اللي صارت بالموضوع هي التالي. نحن كلنا بنعرف هلأ كل إشكاليات مواقع التواصل الاجتماعي هي بتخزين المعلومات، والتخزين المعلومات بأي بلد بنكون نحن عم نحكي فيه هو بيتبع قوانين هذا البلد. يعني كلنا بنعرف المشكلة اللي صار بين الرئيس الأمريكي ترامب وتيك توك، هو واحد من الأسباب الرئيسية تبعوله كان إنه عم بيصير تخزين لكل المعلومات اللي لها علاقة بالمواطنين الأمريكان بالصين، فهونيك بيقدر يستفيدوا منها لأسباب مخابراتية and so on. اللي صار بتطبيق باز هو إنه أول شيء، أول ما تفوت تتسجل بالتطبيق عم يطلب منك government identity، يعني هوية رسمية يلي هي يا صورة عن الباسبور يا صورة عن دفتر السواقة. وهذا الشيء كان كثير غريب ومستغرب، والنقطة الأساسية هن بيقولوا لك إنه ليه هيدا الطلب؟ ليه هيدا الطلب؟ أولاً، ومن يروج للناس ليدعوهم لإنزال تطبيق باز، هل يعرف هذه الخفايا؟ هو مدفوع له لكي يعني يقوم بدعوة الناس؟ لا لا، أنا بأكد لك إنه كل الأشخاص والمؤثرين اللي عم بيسووا لهذا الموضوع أكيد ما عندهم خبر نهائياً، لأنه بكل بساطة ما حدا بيفوت بيقرأ الترمز أند كونديشنز، يعني الخصوصيات تبع كل موقع يلي منشورين هن على الموقع تبع الباز. يعني أنا رح أقرأ لك كم جملة من يلي موجودين بموقع باز يلي الخصوصية تبعهم. أول شيء هن لما أنت بتقولوا لك إنه أنت بدك تطلعي تعمل أبلود للباسبور أو للدرايفنج لايسنس، بيقولوا لك إنه ما تعطي لهم اللي هو المعلومات بأيادة أمينة. أوكي. بس هن بمحل معين حاطينك بقلب الموقع تبعولهم، نقوم بجمع المعلومات وفي بعض الحالات كشف معلومات عنك. فأنت أوكي. الهدف على استخدام الهدف منه انه هن هدف منه عم يشو يقولوا انه هول المعلومات هن حاطين على الموقع تبعولهم. نعم. عم بياخذوا كل معلومات الدول العربية والشباب العربي على الولايات المتحدة الأمريكية. أوكي. وعم تخضع للقانون الأمريكاني، وهن قايلين انه نحن ما فينا نوعدك انه المعلومات تبعولك والمراسلات وكلها رح تضل. نعم. سرية، واي جهة حكومية او رسمية رح تطلبها مضطرين نعطيهم اياها. يعني شكرا. هن شارحين هذا الموضوع على موقعهم. شكرا لك يا رولان أبي نجم، متخصص بالتسويق الإلكتروني، كنت معنا عبر سكايب من الكويت. مشاهدينا شكرا لطيب المتابعة، والى اللقاء.